Les courtes temps les lancer, c'est un cours li radin chouffi les définitions dialogue. Radin chouffi les différentes écritures, le dessin de définition. Yannick Kivesh Kitsibo, le dessin de définition. Radin chouffi les calculs sur les courtes temps les lancer. Pour usiner une pièce qui respecte les exigences demandées, il faut bien étudier le dessin de définition. Puis maintenant, قبل ما نبدا نصاوب البياسه ديالي خصني ضروري ندرس لو ديسان دو ديفينيسيون ونفهمو مزيان. شنو غادي ندرسو في هاد لو ديسان دو ديفينيسيون؟ غادي ناخدو المثال ديال هاد لابياس هادي. شنو غندرسو فيها؟ غادي ندرسو لا مورفولوجي دو لابياس، بمعنى غنشوف لا فورم. شنو هي لا مورفولوجي؟ هي لا فورم ديال لابياس، لا فورم اكستيريور ديال لابياس، لا فورم انتيريور ديال لابياس، وجميع لي فورم اللي كاينين في لابياس ندرسهم. جوج شنو ندرسو؟ غادي ندرسو لي زيكزيجونس ديمونسيونيل، يعني شنو هما اكزيجونس ديمونسيونيل؟ هما هاد لي كوت اللي عندي هنايا. دونك هاد لي كوت على هاد الشكل هادو هما لي زيكزيجونس ديمونسيونيل، لي ديمونسيون العبارة ديال البياسة. ثلاثة غادي ندرسو لي زيكزيجونس جيومتريك. شنو هما اكزيجونس جيومتريك؟ هما هاد اللي كيكون عندكم هنايا على هاد الشكل هذا، كنلقاو فيه بيربونديكولاريتي التعامد، كنلقاو فيه لو باراليليزم التوازي، كنلقاو كواكسياليتي انسي دو سويت. هادشي غتشوفوه ان شاء الله في الديسان، في الكور ديال الديسان. وخصنا ندرسو كذلك لي زيكزيجونس ديتا دو سيرفاس، هما هاد العلامات اللي عندكم هنايا. دوك هاد العلامات كتعني ايطا دو سيرفاس، حالة السطح، السطوح كيفاش دايرة، هاد السطح هذا كيفاش داير، شنو الحالة ديالو، هاد السطح هذا شنو الحالة ديالو، هاد السطح هذا كيفاش داير الحالة ديالو، هاد السطح هذا كذلك. دونك هادو هما لي زيكزيجونس، اولا هادي هي الطريقة ديال ليتود باش كنديروها في اي ديسان دو ديفينيسيون قبل ما نبداو نصاوبو البياسة في لا فابريكاسيون ميكانيك. الوغ دابا غندرسو البياسة ديالنا على حسب الدرس اللي عندنا هنا، المضمون ديال الدرس غادي نتكلمو غير على لي زيكزيجونس ديمونسيونيل اللي هما هادو. دونك عندي هادي هاد لاكوت الاولى كتكتب لنا على شكل 65 بلوز او موان 0.1، 65 بلوز او موان 0.1. عندي لاكوت الثانيه اللي هي هذه كتكتب على شكل 48 بلوز او موان 0.1. عندي هذه كتكتب على شكل 125 0 بلوز 0.1. عندي هاد لاكوت كذلك غادي نلقاو مكتوبه 48 بلوز او موان 0.1. عندي هاد لاكوت هنايا ار 040 0 موان 0.5. عندي لاكوت هنايا ستان ديامتر، ديامتر 50 اف 7، هاد العلامة هادي راه في شكل اف 7. عندي هاد لاكوت هادي اللي هي 10 0 موان 0.2. عندي هاد لاكوت هادي اللي هي 25 0 موان 0.5. عندي كذلك هاد لاكوت 16 بلوز او موان 0.2. عندي هنايا 30 0 موان 0.1. وعندي هنايا واحد ديامتر اللي هو ديامتر 25 اش 7. ردوا بال مع هاد العلامات شنو كنلقاو هنا كي مختلفين. حنا غادي نهتمو كيفاش حنا شفنا كيفاش كيتكتبوا، وغادي نشوفو التعاريف ديال هاد. شنو غادي نشوفو؟ غنشوفو هنايا بلوز او موان 0. علاش هادي هنايا بلوز او موان 0.1، هنايا اختلفات ولات 0 بلوز 0.1، هنا بحالهم بلوز او موان 0.1، هنا اختلفات ولات 0 موان 0.5، هنا اختلفت ولات غير حرف معها رقم اف 7، هنا اختلفت 0 موان 0.2، 0 موان 0.5، بلوز او موان 0.2، 0 موان 0.1، هنا عاوتاني اختلفت اش ولات ماجيسكول اش 7. دونك غادي نشوفو التعاريف ديال هادشي. دونك 65 بلوز او موان غنشوفو شنو هي بلوز او موان، وغنشوفو هاد 0.1. الو عندنا واحد البروبليم ا ريزولو غادي ندرسوه. شنو هو المشكل اللي خصو يتحل باش نشوفوا هاد لي طوليرونس؟ الو دون لا فابريكاسيون ميكانيك بصفه عامه راه ما يمكنش لينا، اي تي امبوسيبل دو رياليزي ريغوروزمون اون بيس ا اون كوت ابسولو. شنو هي كوت ابسولو؟ هي مطلقه، واحد العبار مطلق، بمعنى غادي ناخذ هاد ليكزومبل. عندي هنايا 60 ما عندها حتى شي حاجه قدامها، 60 توكور. دونك بالنسبه لنا حنا في لا فابريكاسيون ميكانيك اللي بغينا نصوبوها راه ما يمكنش لينا نصوبو 60 توكور. اون نو بو با رياليزي لا كوت 60 ا 0 ملم بري،
ميم كليش نسوا با اكزاكتومون 60 ما زايده ما ناقصه. شنو هو الاسباب؟ علاش غادي نلقاو الاسباب؟ نلقاو السبب الاول هما لي ديسبيرسيون او ليزيناج، هادو كي غادي خصهم يدرسوا في لو كور بوحدهم. شنو هما عندنا كذلك لي بريسيزيون دو لا ماشين، عندنا مشكل جاي من لي ديلاتاسيون، عندي مشكل جاي من لي ديفورماسيون ديال البياسة، عندي مشكل الاخر جاي من لي ديفورماسيون ديال لوتي، وبطبيعة الحال عندي اسباب اخرى. اون بلوس اون نو بو با ميزوري سيت ديمونسيون افيك سيرتيتود، ما يمكنلناش نعبرو هاد لا ديمونسيون هادي اللي غنصاوبوها بواحد اليقين. شنو هما الاسباب؟ اولا ايغور دو ليكتور، كنقدر نقرا غلط. Imprécision des appareils de mesure. Les appareils de mesure, par le piécolis, par le micromètre, parfois qui connaissent une imprécision, mais chez d'acquérir une fois la barre d'hier. Aucune espèce autre. Faut qu'on cherche même les chiffres. Et après, on s'envoie une pièce avec une très grande précision. Je ne sais même pas la précision d'hier. Je ne sais pas la pièce qui est Donc la précision, la qui est très bien. Type de côte. La noire de la côte. كوت بليميت، بي كتعني جوج. شنو كتعني؟ سيت اون كوت دون لا ديمونسيون غيال اي كومبريز اونتر ان ماكسيموم اي ان مينيموم. شنو كتعني؟ هي واحد لا كوت، واحد لا كوت لي لا ديمونسيون لي غادي نحقوها في لا بيس كتجي ما بين واحد الحد اقصى اللي هو ماكسيموم وما بين واحد الحد الادنى اللي هو ان مينيموم. غادي ناخذ اكزومبل باش يبان لينا داكشي مزيان. ديامتر 36 بلوز او موان 0.1. دونك لا كود ديالي اللي غادي نحققوها باردون لا ديمونسيون اللي غادي نحققوها في البياسه في الواقع راه ما بين جوج ديال الحدود. الحد الاول الادنى غادي نسميوه كوت ميني، والحد الاقصى غادي نسميوه كوت ماكسي. الا خدينا هذا المثال هادي غنلقاو لا ديمونسيون غيال ديالنا اللي غادي نحققوها خصها تكون ما بين، ما خصهاش تكون صغر من ديامتر 35.9 وما تكونش كبر من ديامتر 36.1، تكون محصوره ما بين هاد الجوج هادو. النوع الثاني ديال لي كوت هو كوت اوني ليميت. شنو هي كوت اوني ليميت؟ الا شن هنا اوني هي واحد، يعني محدوده من جهه واحده. سي اون كوت دون لا ديمونسيون غيال اي ليميتي بار ان ماكسيموم او ان مينيموم ا نو با ديباسي، بمعنى ان لا كوت لا ديمونسيون الحقيقيه اللي غنحققوها في لا بيس اللي غتكون عندي في لا بيس في الواقع راها محدوده يا اما بالماكسي ما خصهاش تفوتو، اولا محدوده بالميني ما خصهاش تهبط عليه. غادي ناخذ امثله 24 ميني. شنو كتعني؟ لا ديمونسيون غيال نو دو با اتر انفيريور ا 24 ملم، بمعنى ان لا ديمونسيون الحقيقيه في لا بيس ما خصهاش تهبط على 24 ملم. المثال الثاني 18 ماكس. دونك لا ديمونسيون réel ne doit pas dépasser 18 mm. بمعنى ان لا كوت ماك الحقيقيه ولا لا ديمونسيون باردون الحقيقيه اللي غنحطوها في لا بيس اللي تخرجنا فيها لا بيس ما خصهاش تعدى 18 مم. غادي نشوفوا دابا الحل ديال هذه المشاكل هذه. دونك il faut tolérer que la dimension effectivement réalisée soit comprise entre deux dimensions limites maxi et mini. خصنا نتسامحوا مع لي كوت، نتسامحوا مع لي ديمونسيون اللي عندي في البياسه. غادي نحددهم ما بين ان ماكسي و ان ميني. هذا هو التسامح، واحد المجال ديال التسامح اللي غنصوبوا فيه البياسه ديالنا. شحال ما كان هذا المجال ديال التسامح ضيق شحال ما لا بياس كتبقى مغاليه. شحال ما كان هذا المجال ديال التسامح واسع شحال ما لا بياس كتبقى شويه رخيصه. دونك غادي ناخذوا مثلا واحد البياسه سيلندريك، غادي ناخذ ان ديامتر ديالها، هذا غادي نعتبروه ديامتر ماكسي. دونك كوت ماكسي غادي نعتبروه هذا هو اكبر ديامتر في البياسه. وغادي ناخذ اصغر ديامتر في البياسه، يعني هذا هو الاكبر هذا هو اصغر. دونك هذا غادي نسميوه كوت ميني. دونك لا ديفيرونس اونتر سي دو ليميت، هذا الحد هذا وهذا الحد هذا، الفرق بيناتهم اللي هو هذا لا ديفيرونس اونتر لي دو ليميت، يعني من هنا حتى لهنا هذا هو المجال. داكوغ هذا غادي نسميوه
intervalle de tolérance, ou des remzoulives, IT majuscule. L'imagel, dit la tolérance. Donc, où est-ce? Alors, exemple, un dit diamètre 40, plus ou moins 0,2. Diamètre 40, plus ou moins 0,2. On va le côte maxi, on va le côte mini, on va l'intervalle de tolérance. Donc, la côte maxi, là, il y a qu'à diamètre 40 plus 0,2, qui est le diamètre 40,2. On dit la côte mini, il y a diamètre 40 moins 0,2. À tout trojina, diamètre 39,8. Chaque qui l'intervalle. Donc l'intervalle de tolérance, qui est la côte maxi, bien, moins 40,2, moins diamètre 39,8. شارة خرجنا الـ IT غادي خرجنا 0.4 ملم دونك هنا غادي يكون عندي 0.4 ملم دونك هاد لي كالكول اللي شفنا دابا هنايا غادي نشوفو من بعد بالديتاي ونعرفو كيفاش درنا اليوم ديفيرونت زيكريتور دي كود توليرونسي مختلف لي زيكريتور ديال لي كود كيفاش كيتكتبو في لي ديسان دو ديفينيسيون كنصادفوهم كيفاش كنصادفوهم في لي ديسان دو ديفينيسيون الوغ من دابا غادي نتفق معكم على هادشي اللي غادي يجي من بعد غنلقاو فيه ا و بي هاد ا و بي غتكون اكبر او تساوي صفر كله يعني بوزيتيف موجبين غادي ناخذ مثلا المثال الاول كيفاش كتكتب غنلقاوها كتكتب على هذا الشكل هذا اكس بلوز او موان ا غادي ناخذ اكزامبل 16 بلوز او موان 0.2 مثلا الكتابه الثانيه غادي نلقاوها على شكل اكس 0 plus A. Maintenant, diamètre 30, 0, plus 0,036. Qui t'avait tel ça? Alors, X, 0, moins, 0, moins A. Alors, 75, 0, moins 0,062. Alors, X, moins A, moins B. مثال ديامتر 10 موان 0.021 موان 0.037 ممكن القوة كتكتب على هذا الشكل x plus a plus b example 42 plus 0.1 plus 0.2 ممكن القوة كتكتب على هذا الشكل هذا x plus a moins b example 12 plus 0,002 moins 0,006. Une kitabat okhra mumkin lqawha satfouha fi les dessins de définition. Mathalan x, h, 7. Mathalan, diamètre 40, h, 7. Aoula kelqawha ala hadch chkel hada, x, g, 6. Mathalan, diamètre 40, g, كلكو ديفينيسيون غادي نشوفوا بعض لي ديفينيسيون اللي خصنا نعقلوا عليهم ونحفظوهم ضروريين باش نفهموا لي كود توليرونسي شنو هما غادي ندرسوا ايتيديو لا كود توليرونسي سويفونت غادي ندرسوا هاد لا كود هادي اكس بلس ا موان بي حنا كنهضروا بالعاميات من بعد غادي نشوفوا كاد ابليكاسيون غنشوفوا هاد الاكس شنو هي الاكس غنسميوها لا كود نومينال x غنسميوها كوت نومينال ديما هذا كيتسمى كوت نومينال شنو هي هاد الكوت نومينال غادي نرسمو البياسه ديالنا غادي ناخدوها هي هادي مثلا ومن هنا لهنا غادي نعتبره هو لا كوت نومينال فوق من هاد لا كوت نومينال لحد من واحد الجهه هذا غادي نسميوه ليني زيرو هاد الخط هذا فوق من لا كوت نومينال لحد ديال البياسه غنسميوه ليني زيرو بلس ا شنو هي هادي غادي نرمزو ليها ب او اس غنشوفو من بعد شنو هي او اس فين هي هاد او اس هادي غادي نحطوها هنا ها او اس والفرق ما بين لا كوت فوق من لا كوت نومينال مع او اس هذا هو بلس ا غادي ناخدو موان بي شنو هي موان بي غادي نرمزو ليها ب او اي او اي
غادي ناخدوها هي هادي جات تحت من لا ليني زيرو، من هنا لهنا راه هو هاد موان بي، المسافة من هنا لهنا هو موان بي، بمعنى او اس المسافة من لا كوت نومينال لعند او اس راه هو بلس ا، والمسافة من عند لا كوت نومينال لعند او اي هو موان بي في هاد الحالة هادي اللي عندنا هنايا. هادو بجوجهم بلس ا موان بي غادي نسميوها لا توليرونس. غادي نجيو هنا وغادي ناخدو اكس بلس ا موان بي، هادي كلها شناهي؟ سي اون كوت توليرونسي. هذا هو العنوان ديال الدرس ديالنا. الاكس بوحدها شنو سميناها قبيله؟ سميناها كوت نومينال، دونك الاكس دائما سي لا كوت نومينال. هادو بجوجو سي لا توليرونس. هنايا بلس ا c'est l'écart supérieur ES écart supérieur moins B EI c'est l'écart inférieur la côte maxi باش نحسبوها la côte maxi هو اكبر ما يمكن في لا بيس يعني راه غتكون عندي هي هذه من هنايا حتى لهنا هذه هي لا côte maxi شحال كتساوي لا côte maxi شكون يحد من الفوق هو ليكار سوبيريور داكوغ عندي هذا كوت نومينال الى زدتي عليه هذا اللي هو ليكار سوبيريور غادي يعطينا لا كوت ماكسي دونك لا كوت نومينال لا كوت ماكسي باردون انتيغال لا كوت نومينال بلس ليكار سوبيريور هادي خصك تحفظوها مزيان دائما لا كوت ماكسي كتساوي كوت نومينال بلس ايكار سوبيريور لا كوت ميني شحال كتساوي راه عندنا غادي ناخدوها من ليكار انفيريور غتكون عندي هي هادي دونك لا كوت ميني مسافة من هنا حتى ليكار انفيريور شحال كتساوي سي لا كوت نومينال يعني هادي لا كوت نومينال زائد هاد المسافة هادي علاش انا قلنا زائد حيت ما كناخدوش بعين الاعتبار هاد الموان هذا حنا كنزيدوها كات نيجاتيف راه غادي تزاد نيجاتيف كات بوزيتيف راه تزاد بوزيتيف بلس ليكار انفيريور لي تي لانتيرفال توليرونس اللي هو المجال غيكون عندي من هنا ما بين او اس او او اي ما بين الماكسي والميني دونك لي تي لانتيرفال دو توليرونس سي لا كوت ماكسي من هنا لهنا لا كوت ماكسي موان كوا لا كوت ميني من هنا لهنا لا كوت ميني دونك كوت ماكسي موان كوت ميني كيعطيني اي تي كوت ماكسي موان كوت ميني كيعطيني اي تي او بيان لي تي ايت ايغال ا ليكار سوبيريور هذا موان ليكار انفيريور هذا موان هذا كيعطيني لي تي نقول دائما في لي ديفينيسيون غادي ودابا غادي نريزونيو بطريقه ديال لي زيكار ماشي بلي كوت ماكسي ولي كوت ميني دونك عندي هنايا لانتيرفال دو توليرونس يعني من هنايا لهنا بمعنى ما بين كوت ماكسي وكوت ميني هذا هو لانتيرفال دو توليرونس غادي نخليو غير لانتيرفال دو توليرونس هادي غنخليوها سي لا لين زيرو عقل عليها مزيان قال لي عندي من هنا لهنا هو ليكار سوبيريور هو هذا وهذا هو ليكار انفيريور غيعطيني هنا ليكار انفيريور وهذا راه هو لانتيرفال دو توليرونس اي تي شحال كيساوي اي تي ايتيغال ايكار سوبيريور موان ليكار ايتي دو كار غادي ناخذ واحد المثال وغادي ندرسوه غادي ناخذ لا كوت 12 plus 0,1 moins 0,2. On va regarder la côte 12 plus 0,1 moins 0,2. Alors, on va regarder l'exemple suivant. On a vu la courbe, diamètre nominal, côte maxi, côte mini, écart supérieur,
écart inférieur, l'intervalle de tolérance. On a la ligne 0. Alors, on a le limite de 12 qui est accessible. On a le limite de 12 qui est accessible. On a le limite de 12 qui est accessible. X plus 0,1 plus A, il a accessible A, moins 0,2. On a le limite de moins B. Et on a le limite de 12 qui est accessible. نشوفوا ستة ديال الأمثلة. هنا غادي ناخذ المثال ديالنا. دونك كوت نومينال توليرانس إكار سوبيريور إكار انفيريور. دونك لا كوت توليرانس شنو هي؟ هي 12 بلس 0.1 موان 0.2. كوت نومينال اللي هي هادي اللي هي هادي 12. Donc là, on va dire 12 fois la cote nominale. La tolérance, c'est plus 0,1 moins 0,2. L'écart supérieur, c'est ES. L'écart supérieur, c'est 0,1. Donc là, on dit plus A, c'est plus 0,1. L'écart inférieur, là, on dit moins 0,2. Les WED moins B, moins 0,2. Cote maxi. Yéhed la cote maxi. Chaque tsaoui, c'est la cote nominale. L'ichfna qbel, la définition. La cote nominale plus l'écart supérieur. Donc, c'est égal à 12, la cote nominale. Plus 0,1, l'écart supérieur. Chaque tsaoui, 12,1. Donc, la cote maxi. Il y a 12,1. La cote mini, la définition de l'échelle, c'est la cote nominale, plus l'écart inférieur, plus l'écart inférieur. C'est égal à 12, plus l'écart inférieur, ou au moins 0,2, est égal à 11,8. Donc, l'écart inférieur, on dit qu'on a 11,8. L'intervalle de tolérance, chaque fois que nous avons une définition de l'intervalle, on a une cote maxi moins la cote mini. Donc, c'est égal à cote maxi moins cote mini. C'est maxi moins cote mini. Donc, c'est égal à 12,1 moins 11,8. Attendez 0,3. Ou bien, gna kn hsbouha bli t est égal à écart supérieur moins l'écart inférieur. C'est égal à 0,1. N'hatt had le moins blasto. Ou chal l'écart inférieur a négatif ou 0 moins 0,2. Vajin hattana entre parenthèses moins 0,2. Moins moins gatuli plus. Donc, va dire 0,1 plus 0,2 lié à 0,3. لي لانتيفال دو تولرانس اللي غيكون عندي هنايا. نديرو رابيل هادشي اللي شفناه من قبل اللي حسبناه. حسبنا لا كوت نومينال حطيناه هنايا وحطينا ليكار سوبيريور اللي غادي يعطيني مع لا كوت نومينال لا كوت ماكسي وحطينا ليكار انفيريور اللي غادي يعطيني مع لا كوت نومينال عطاني لا كوت ميني. وهلا لين زيرو عندنا دائما حاديه لا كوت نومينال. Donc, on va dire le raisonnement par les écarts. On va dire que je me dérange. Donc, les écarts, je vais dire que c'est l'écart inférieur ou l'écart supérieur. C'est le majeur. On va dire que c'est l'écart inférieur. Donc, on va dire la ligne 0. On dit l'écart supérieur ou on dit l'écart inférieur. Donc, l'écart supérieur ou l'écart inférieur ou l'écart. Bien. Alors, l'IT. C'est égal à quoi? C'est égal à l'imagel, mais l'écart supérieur ou l'écart inférieur. C'est l'écart supérieur, moins l'écart inférieur. Donc l'IT est égal à l'écart supérieur, plus 0,1, moins, entre parenthèses, l'écart inférieur, moins 0,2. Donc moins, moins, rate tous les plus. Donc l'IT. On lui a dit plus 0,1, plus 0,2, on va dire 0,3. Donc, l'intervalle de tolérance, l'IT,
راه هو المجال من هنا حتى لهنا اللي هو 0.3. واحد الكونساي تري امبورطون. شنو هو هاد الكونساي؟ فلا براتيك هادشي كلش شفنا سي لا تيوري. فلا براتيك سور لي ماشين اوتي l'opérateur les ressorts de la pièce l'opérateur doit arriver à la cote moyenne خصو دائما يقلب لنا على la cote moyenne باش تلا مشات له واحد شويه الفوق ما يوصلش عند الماكسي الا مشات له شي شويه لتحت ما توصلش له عند الميني باش يبقى شويه بعيد على الماكسي وعلى الميني دونك خصنا نحاولوا نحسبوا هاد la cote moyenne شحال كتساوي هاد la cote moyenne سنحفظوها c'est égal à la cote maxi plus la cote ميني وغادي نقسموها على جوج لو كور سور لي كوت توليرونسي سالينا بحول الله لا بروشين فوا ان شاء الله غادي نشوفو لي كالكول سور لي اجوستمون